حقيقة كان موجه أكثر للنساء، شعرت فيه من خلال خطابها أنها كانت متوجهة يعني فعلا يعني قد استعدت لمواجهة جمهور نسبي يعني، وهذا هو الأصل، البرنامج كان بهذا الأساس. وفعلا يعني أشارت في مداخلتها إلى بعض إشارات القرآن الكريم إلى دور المرأة، يعني سورة سيدنا موسى عليه السلام هي أعظم تعبير، وقد يعني فسرت كيف أن الله سبحانه عز وجل حين أراد أن يصنع موسى والذي قال فيه ولتصنع على عيني، اختار لهذا الدور أربع نساء لا رجل فيه، امرأة فرعون، أم موسى عليه السلام، أخت موسى عليه السلام، وزوجته ابنة شعيب. هؤلاء كيف نقول هؤلاء النساء؟ لا يعني كانوا هم أبطال القصة. سيدنا موسى عليه السلام كان ثمرة جهود أربع نساء في وقت واش؟ في وقت طغيان فرعون. يعني واش كانوا يعرفوا هما من القانون ومن السلطة ومن السلطة الاقتصادية؟ لا كاش، لكن كانوا يحتوي لهم القدرة على احتواء الأحاسيس. الأم حاضنة، الأم لها قدرة كبيرة، المرأة عفوا، المرأة لها قدرة كبيرة جدا على امتلاك الأحاسيس وعلى خلق الانفعالات الوجدانية، وهذا هو يعني هذا هو أعظم ما في الإنسان، كالرائحة التي في الوردة. الشيء اللي الناس قصدوا كل يقصدوا الوردة هذه على جهة الرائحة بالقيس. فعلا يعني المرأة بالقيس لما يعني بقليل من الحكمة بكلمتين يعني نقلت المملكة تاعها من حال إلى حال. وبالتالي فنشكر الأخت على هذا الأداء، نرجو من الأخوات إن شاء الله أنهم يتواصلن معها لصياغة البرنامج. أني شفت سمعت التسويق تاع النسوة، وهذا يعبر على أنهن يريدن صناعة برنامج يخصهن، وهذا يعني تفاعل رائع. أنا نوع من الوعي، احنا عندنا في مجتمعاتنا الذكورية أننا نخمو على كلش، أن الرجل يدير كلش، وحنا ما نديرو والو في الحقيقة، ما نديرو والو، اللي يدير هما أمواتنا، أمواتنا هما اللي دارونا، وبالتالي شو صار أنهم يسيروا برامج، وحنا إن شاء الله نكونوا معهم بالدعم بكل ما نستطيع. ونوجه إن شاء الله الكلمة للأخ الدكتور زوقاء قدر الدين لكي يتناول معنا موضوع النظرية الإصلاحية في القرآن الكريم، رؤية متجددة. الوقت طبعا تلف من دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بهذه الدعوة في هذه المدينة التي أحببتها بمناسبة عظيمة، وهو يوم من أيام الله الاحتفاء والاحتفال بفخر الجزائر سيدنا البشير إبراهيم رضي الله عنه ورحمه. سعيد جدا أن أكون ضيفا لهذه الشعبة، شعبة جمعية العلماء، هذه الشعبة التي لها رؤية تربوية، ولهذا تخاطرت القلوب والأرواح أن نجتمع في هذه الجلسة الكريمة، أستاذي مراد زعيمي ومعلمي رقم واحد ورفيقي في الدعوة، والذي نلتقي بدون موعد أستاذنا محمد لمين بنغير، وكذلك أختي والتي درست معها أستاذتي، وهي زميلتي وأختي، وتسميني دائما بنت ابن أبي أستاذ عتيق. الحقيقة موضوع الإصلاح موضوع مهم جدا، ولهذا لما اتصل بي الإخوة أستاذ عاشور، قبل أن أنسى نرحب بكل الضيوف وخاصة الدكتور عبد الغني بارش أستاذ الأدب بجامعة قسنطينة، وهو الإمام المعتمد لولاية عين مليلة ومدير مدرسة الصحابة بمدينة عين مليلة. نرحب بك أخي عبد الغني، وهو من الرجال الذين نعرفهم في الصلح والإصلاح في هذه المدينة المهمة جدا من الجزائر. قلت لما اتصل بي الإخوة عن موضوع الصلح والإصلاح، وأنا هذه السنوات منذ 4 سنوات وخمس سنوات أصبحت أبحث في القرآن. الآن لو نعيد يعني حياتي كامل
لو خيرت يخير نرجع للقرآن أقرأه، مش نقرأ مش نحفظه، لأن الرسول قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل يقصد هجران قراءة؟ يقول ما تقرأ في التراويح كي يخدم كل ثلاث أيام. هل يقصد هجران حفظا؟ ليبيا فقط فيها 1,000,000 حافظ. هل يقصد إجازة؟ عندنا عشرات الآلاف من المجازين في العالم. هل يقصد ترجمة؟ هل يقصد تفسير؟ ما كانش كتاب فسر وترجم إلى كل لغات العالم مثل القرآن. لكن أظن بأن النبي، وتتفقون معي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهجران تدبرا وتمظهرا وتجليا في عالم الشمال. نحن للأسف القرآن الكريم نقرأه في عالم الغيب، لسنا نقرأه في عالم الغيب، ودليل ذلك أننا نقرأه على الأموات هكا، نقرأه من أجل أن نعالج أمراض باثولوجيك وفيزيولوجيك، والقرآن هو شفاء وليس علاج، واختصرناه في كادريات نعلقوهم وغير ذلك. هذه أمور أنا لا أنكرها، ربما أختلف مع رأي راجح ولا مرجوح، ولكن لا أنكرها، ولكن هي خلاف الأولى على الأصل. ولهذا محاضرتي ستكون النظرية الإصلاحية في القرآن الكريم رؤية متجددة، وتلاحظون في العنوان كريم ومتجددة. القرآن الكريم، القرآن عندما نريد أن نصف القرآن أعطوني صفات القرآن، الحق، العزيز، الصواب، أخي كل الصفات في القرآن. لماذا هو كريم؟ عندما نقول الشيخ عبد الغني جميل، عالم، فقيه، وسيم، كذا كذا كذا، ولكن واحد لما يقول لي وش رايك في الشيخ عبد الغني نقول له كريم، بمعنى الصفة الغالبة للقرآن أنه كريم. والكريم هو متجدد العطايا في كل زمان ومكان وحال. جيد، رؤية متجددة، نحن نريد إرجاع القرآن كما فهمه سلفنا الصالح، والقراءة الجديدة للقرآن نحاول أننا نستقرئ أنثروبولوجيا كيف كان الصحابة الأوائل يتلقون القرآن الكريم، كيف غيرت أنفسهم وغيروا الواقع. واضح؟ جيد. فأنطلق من فكرة محورية القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة جدا. أنا أقول لكم الغرب تفنن في علم الكون أو في سنن الكون وسنن الآفاق وسنن الأنفس، فأبدع كل النظريات الطبيعية، كل النظريات الكونية، كل النظريات الفيزيائية، كل النظريات الاجتماعية، كل النظريات النفسية، بعضها نتفق معها غد، ولكنهم أبدعوا. لكن المسلمين يقرؤون القرآن، وفصل أول شيء قراءتهم للقرآن سطحية تماما، ظاهرية تماما، يتسابقون في حرف الضاد والضاد، وهذا شيء جميل. حتى واحد نعرف في باتنا زوج إنسان متقابلين، ذكرت الأستاذة عتيقة على التنافس على القرآن، متقابلين على حرف الضاد، تقولها الضاد تاعي خرج الضاد تاعك. إذا كان القرآن جعل لهذه المسألة، في الحقيقة بقايب الكوزينة وقايب الكسرة أفضل من هذا المسألة. مع صحيح ممتاز. ولهذا تلاحظون بأن القرآن الكريم مشكلتنا نحن كمسلمين، أولا لم نقرأ القرآن، وحتى الذي يقرأ القرآن فصله عن الكون والإنسان فصل. القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا بالكون والنفس والوحي، وهذه نسميها الرؤية الكونية. الله خلق كون كبير وهو الكون الذي نراه، دار له زوم إن كما يقولوا جماعة الإعلام والسمعي البصري، صغر هو الإنسان، ولهذا الإمام الأصفهاني قال الإنسان كون مصغر، ثم كان ما نقدرش نقول خلق ولا جعل حتى لا نكون معتزليا، كان القرآن الكريم نسخة أخرى، بمعنى أن الأكوان ثلاثة، الكتب ثلاثة، كتاب منظور وكتاب مقروء وكتاب يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الكتب كذلك ثلاثة، الأكوان ثلاثة، ثلاث أكوان. لا يمكن فصل القرآن عن عالم الأنفس والاجتماع، ولا يمكن فصل القرآن عن عالم الكون، وهذه التي أنطلق منها بقضية الرؤية الكونية. ولا أريد أن أشير إلى آيات كثيرة، كلما تكلمت عن آية الوحي مربوطة بآية الكون والأنفس. ولهذا أنا أميل الحقيقة لما يذهب إليه أستاذنا الطيب برغوث، قضية السننية الشاملة، وهذا اتجاهه الحديث الربط السنن، لأن المسلمين فصلوا بين سنن الهداية والتأييد عن سنن الأنفس والآفاق. الغرب الذي
تفنن في أنفس الأفاق، أبدع وتلاحظوا التكنولوجيا هذه التي نراها. نحن الآن نقول سنن التأييد ولكن مفصولة عن سنن الأنفس والأفاق. هذه يدفعني إلى محورية الإنسان. الفكرة الأساسية للقرآن راح نفاجئكم، الله أو الإنسان؟ خيبك اللي قريتوا دراسة النص، الأستاذ يقول لكم ما هي الفكرة الأساسية، هيا ستشجعوا قرآن الأولى، الله أو الإنسان؟ الإنسان، لأن الله لا يحتاج إلى وحي لإثباته، لا يحتاج، الله لا يحتاج إلى نبوة من أجل إثباته، وكذلك لا يحتاج إلى معجزة، المعجزة من أجل إثبات النبوة. ولهذا محورية القرآن هو الإنسان. لو نحط القرآن الكريم في البرامج الحديثة نقول له خرج لي، راح يقول لي الإنسان. طيب طبعا كان محور القرآن العقيدة يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أشير أيها الإخوة الكرام إلى معنى دقيق، وهذا الذي يدفعني لمفهوم الإصلاح. قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، صح؟ ما يهمنيش أنا كانت مخلوقات تفسد ما كانتش مخلوقات، الملائكة تنبأت، أنا ما يهمنيش هالتفاسير. الذي يهمني وش قاله الله سبحانه وتعالى، إني أعلم ما لا تعلمون. السؤال تدبري لكم، ما هو الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة؟ وش هو؟ أنكم أيها الملائكة صالحون ولكن الإنسان مصلح. هذا هو الفرق. الله خلق الإنسان ليس أن يكون صالحا، لأن عنده مخلوقات رائعة جدا وأجمل منها هي الملائكة صالحة. يا أخي عيسى كيفاش قال؟ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. خلق الإنسان للإصلاح، للإصلاح بماذا؟ بالإرادة والاختيار، لأن الملائكة ما عندهاش الإرادة والاختيار. الملائكة أعمالها كلها طوعية بمعنى قدرية حتمية كما يقول في الماركسيين إلى غير ذلك، لكن الملائكة الإنسان بالحرية والاختيار أنه يحقق الإصلاح في المجتمع، وهذا هو المقصود من خلق الإنسان. المخلوق القصد من خلق الإنسان ليس الصلاح، هو الإصلاح، ونظن هذا هو محور الملتقى. وهدف الاستخلاف في الأرض، هدف الاستخلاف في الأرض هو الإصلاح، هو الإصلاح في الأرض. جيد. النقطة الموالية التي أذكر فيها هي مصطلحات الصلح والصلاح والإصلاح والفرق بين الإصلاح والتغير والتغير، وهذه ربما الشيخ مراد أبرع مني في تفسير هذه المصطلحات والتفريق بين الإصلاح والتغير الاجتماعي والتغيير الاجتماعي. لكن نتفق جميعنا أيها الإخوة الكرام أن المقصد من خلق الإنسان هو الإصلاح، هذا الحكم العام، حكم العام هو الإصلاح المجتمع. وما تقولش هذا الإصلاح وظيفة الأئمة ولا وظيفة الدعاة ولا وظيفة المربين. المرأة في بيتها ولو تكون أمية هي تقوم بعملية الإصلاح التي فصلت فيه الأستاذ العقيقة تفصيلا، بمعنى عملية الإصلاح، عملية التنشئة إلى غير ذلك. القرآن الكريم، وهنا راح نتكلم عن مسألة تفكيكية. القرآن الكريم فيه أربع محاور. المحور الأول الغيبيات، المحور الثاني الماضي والقصص، المحور الثالث الحاضر والشهادة، المحور الرابع المستقبل والشهود. صحيح. أنا الآن لو أسمع أي خطبة أي تفسير، أنا لا أتكلم عن الأئمة المبدعين، أنا ساعات نصلي وراء أئمة سبحان الله، يعني تحس بأنه يفسر القرآن بكذا. لو ندير الآن تحليل المحتوى ولا تحليل الخطاب لأي خطبة الآن تسمعها في التلفزيون ولا في المسجد ولا غير ذلك، في العموم على كل، حتى لكبار العلماء تجده دائما يتكلم عن الغيب والماضي، دائما الغزوات زوجات النبي، صح، بطولات الماضي، ثم الغيب، عذاب القبر، الإسراء والمعراج، الحاضر والمستقبل مغيب تماما في خطابنا. وإذا كانت هناك إشارة تكون إشارة هيك سريعة جدا. والحقيقة أن محاور القرآن الكريم أربعة، بمعنى الخطاب الذي نوجهه الإصلاح لابد أن يكون متوازيا، عجلة برباع، عجلة مقسومة على أربعة بطريقة توازن. الغيب، وش هو الغيب؟ وش نأخذ من الغيب؟ على بالك المسلمين كل ما مش فاهمين الغيب هذا. الغيب هذا نأخذ منه الدافعية في عالم الشهادة، الحافزية في عالم الشهادة. مازال واحد يقول لي الزواج مكتوب ولا مش مكتوب؟ مازال بعض المسلمين يسألوا كي نموتوا وين نروحوا؟
مازال بعض المسلمين هذاك اللي تحرق اسئله قال يقولها ابو جهل قبل، صح؟ ابو جهل حق له ان يسال من يحيي العظام وهي رميم، اما مسلم بعد 15 قرن مازال يسال بعض الاسئله. روحوا تشوفوا الفيسبوك واسئله المسلمين كيف يسالون، علاش؟ لان خطابنا هذا الغيب بعيد جدا، واننا لا نريد ان نفصل بين الغيب وعالم الشهاده، الغيب للدافعيه في عالم الشهاده، ولهذا تجد كل المسلمين يؤمنون بالعيب، بالجن، بالسحر، هذا محورهم يعني، هذا المحور تاعهم، وغير ذلك، يشوفوا المنامات غير الى غير ذلك، ولكن الشهاده الغيب يدفعني في الشهاده، والحديث واضح، عش لي دنياك وعش لي اخرتك كما قال الحديث نفسه. الماضي والقصص، انا الان قصص الانبياء والماضي ماذا استفيد منهم؟ تعرفون بان مشكلاتنا الفقهيه والعقائديه والسياسيه مشكلتنا هي الماضي، مشكلتنا حتى مشكلتنا في الجزائر بين القبائل والعرب والشاويه بين سيدنا عقبه ومصينيس وكذا هي الماضي. خلينا نتجاوز الماضي، الماضي للمساءله وليس للمحاكمه، هذه قاعده. الماضي نساعده، علاش نساعده؟ لنستخرج منه العبر والسنن. انا بالنسبه لي لا يهمني اي خلاف بين علي ومعاويه، لا يهمني حتى خلاف، انا يهمني ماذا استفيد انا في هذا القرن، في هذا الزمان، في هذا الامكان ان افعل، هذا المقصود. ولهذا تلاحظون بعدوا عن الخلافات الماضيه، الماضي خلافات نستخرج منها السنن والعبر، العبر لان في فلسفه التاريخ الماضي يفسر الحاضر والحاضر يفسر الماضي. جيد، حتى القصص، وهنا راح نطول شويه في القصص، كيف تفهمون القصص؟ فهموني. هيا فهموني، أنا أقول لكم منذ 4 سنين فقط وين بعدت نفهم القصص، أقسم لكم بالله العظيم، هاني أستاذ وولد إمام وعمري كامل وأنا نقرأ وندرس وكذا، أقسم بالله العلي العظيم لم أفهم القصص القرآني إلا بعدما قرأت البوصلة القرآنية لأحمد خيري العمري، فقال بأن القصص كله يتكرر ولكن ليس بشقه الخالق ولكن بشقه، يعني كل ما ذكر ربي عصا موسى تتكرر، وبطن الحوت يتكرر، ونار ابراهيم تتكرر، لكن ليس بشقها الخارق، يعني خارق الاسباب، لكن بشقها المعنوي. ولهذا انا سالت الطلبه في ماده مناهج الدعوه، قلت لهم ماذا تفهمون من قصه موسى والخضر؟ هكا واش تفهمون؟ فقلت لهم من هو محل القدوه؟ هل انني اقتدي بالخضر ولا اقتدي بموسى؟ كل الطلبه حتى كانوا بعض الاساتذه قالوا الخضر، لا نحن لا نقتدي بالخضر، نقتدي بموسى، الخضر يمثل لماذا؟ يمثل القدر الذي لا اعرفه. ولهذا انا ماذا كيف فهمت قصه القدر؟ عندما تساءل بعض الناس في الزلزال تاع تركيا، خي شفتوا الزلزال تاع تركيا؟ اطفال صغار، واحد ذاكر، امراه بالسبحه شفتوها؟ فالناس يتساءلون شبابنا، يقولوا وش ذنبه هذا؟ وبعض الخطباء وش يقولوا؟ والزلازل والبراكين علامة الذنوب، هكا يقولوا بعض الأئمة، وبعد ذلك يشوفوا امرأة صالحة، وأنا عشت في سوريا وتركيا، منطقة غازي عنتاب وأدلب وحلب من المناطق الأكثر ذكرا لله، هي أن الخضر هذا الزلازل هي علامة للخضر، أن القدر لا نستطيع أن نفهمه، لا نستطيع أن نفهم لماذا طفل صغير يتحط عليه 5 طوابق، وعلينا أن فقط إشارات أيها الإخوة الكرام لإعادة فهم القرآن، القصص القرآني ولا قصة ولا تراجيديا. ولهذا حتى سيدنا يوسف عليه السلام، أذكر لما كنا في الصحوة الإسلامية علمونا بأن يوسف كان سجينا، سمع علموناش بأن يوسف واش كان؟ كان حاكما، كان متمكنا. الى ولهذا اعتقد طريقه عرض القران هو الذي يجعلنا مترددين مرتبكين في التفاعل مع القران الكريم، وكذلك الحاضر والمستقبل. هذا بالنسبه ان نعيش الحاضر والمستقبل، بمعنى ايها الاخوه الكرام اين موقعنا الان؟ ولهذا قلت فوسطنا به جمعا. هذا وش معنى وسطنا به جمعا؟ ان نكون وسط الامم. وش معنى وسط الامم؟ ان نكون اعلى الامم، هذا المقصود، هذا المقصود. فوسطنا به جمعا ايها الناس، هذه الاشاره ايها المسلمون، لازم تكونوا الوسط، والوسط مش معناها يعني الوسط هو العالي. وكذلك محور ماذا؟ محور المستقبل والشهود، وهي امه وسط وشخصيه وسط. غلبت الروم في ادنى الارض، بعض المفسرين قالوا ادنى الارض هي حوض الاردن، واحد يقول لهم لا مش حوض الاردن. وحتى سفينة نوح عليه السلام هل هي موجودة في شو اسمها في تركيا ولا موجودة؟ والناس ويدير لا، هذه إشارات قد تجدها.
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه إشارة مستقبلية أيها المسلمون، هذه نظرية نهاية التاريخ. نهاية التاريخ هذه هي قول الله تعالى تعسد. نهاية التاريخ الغرب يقولوا ينتظم، يقولوا ينتهي على الشخص على الإنسان الليبرالي. الله سبحانه وتعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أنا فهمت أيها المسلمون، عندما تسقط أي إمبراطورية جهزوا أنفسكم لأن الدورة الحضارية لا تنتظر أحد. ولهذا تلاحظون الآن لو تسقط أمريكا الآن هي الصين مش المسلمين، المسلمين ما هوش محطوطين في الاحتمالات أصلاً. علاش؟ لأننا لا نستطيع فهم القرآن الكريم ولا حتى سورة الحديد. سورة الحديد الآن الصراع العالمي كامل على الحديد، من يملك الحديد، من يملك الأسلحة، ونحن ما زلنا نتناقش هل نعطي الزكاة مالاً أو قوتاً وادخاراً. شنو المشكلة؟ شنو اختصرنا هذا الدين العظيم؟ جيد، إذا ما هو الإسلام؟ قلت لها مازال وقت قول لي بطل خلاص نكمل قبل ان شاء الله. ما هو الاسلام؟ هيا الاولاد الشباب وش هو الاسلام؟ وحده من الشباب وحده من الشباب ما هو الاسلام؟ هيا الشيخ مصطفى كلف وحده ولا وحده تكلف. هيا الشيخ على بالي ما هو الاسلام؟ هيا جاوبوا انتم الكبار الله يبارك العلماء والدكاتره. ما هو الاسلام؟ بني الإسلام على خمسة، خير تجاوبوا كافي، كلكم متبادرين على ذهنكم، كلكم، حتى أنا، حتى الشيخ مراد اللي هو أستاذي والعالم وهو اللي رباني، وحتى الشيخ بلغيف عمره كامل هو في الدعوة، كلنا. أول شيء يتبادر هو بني الإسلام على خمس، صح؟ أنا عندما أقول بنيت هذه القاعة على أربع عرص، يا أخي هذيك وهذيك وهذيك وهذيك، هل يمكن أن نجتمع في هذه القاعة في بيت في هذا العرس فلان؟ مدري فهمتوني ولا لا؟ فسنوات وحنا نقولوا بني الإسلام على خمس ونربي أولادنا على الإسلام على خمس كأنه عرس. سؤال مطروح، إذا نقول الإسلام بني على خمس، شهادتان والصلاة والزكاة والحج، أين جدران الإسلام؟ أين سقف الإسلام؟ أين نوافذ الإسلام؟ أين إضاءة الإسلام؟ هذا ما نحبش نتكلم نقول أين الحديقة وأين لابيسين هذه ما نتكلم أين. ولهذا تلاحظون في مخيالنا في خطابنا لأولادنا لما قلنا بني الإسلام على خمس أصبح المسلم يجري على الصلاة ويروح للتراويح ويلمس ورد يروح للعمرة والحج والزكاة ولا علاقة له بإصلاح المجتمع في عالم الشهادة. ولهذا الإسلام بني على خمس، هذه ما نقدرش نتجاوزها. أما الإسلام هو سأقول لكم ما يقول العلماء المعاصرون، ما هو الإسلام؟ نفس الشيء الإيمان، ما هو الإيمان؟ يستحضر بني الإسلام الإيمان على ست شهادة الله. راح نفس الشيء يقول لك الشهادة، عفوا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أنا راح نقول لك أين جدار الإسلام الإيمان، أين سقف الإسلام إلى غير ذلك. نفس الشيء الإحسان، والذي فهمته أنا وهذا للسؤال أن الإسلام والإيمان الإحسان عندهم مفهوم لغوي هو الاستسلام، الإيمان هو التصديق، الإحسان هو البر. عندهم مفهوم اصطلاحي، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، والإيمان أن تؤمن بالله، والإحسان أن تعبد الله. وعندهم معنى إجرائي اللي قالوا القرآن، شوفوا ربي، شوفوا الآيات، أسمعوها لي، أفنجعل المسلمين كملوا. إذن ما الإسلام في مقابل ماذا؟ في مقابل الإجراء، في مقابل الإجرام. بمعنى أن الاستبداد الذي نعيشه في بلادنا هو نوع من الإجرام، الفساد الذي نعيشه هو إجرام، واضح؟ التطبيع مع إسرائيل هو نوع من الإجرام. كن مسلم على رأي، أنا لا أكفرك ولست من أهل التكفير، ولكن في الإسلام مرحلة متقدمة، هو في مقابل الإجرام. كذلك الإيمان أن تؤمن بالله، لكن التعريف الإجرائي للإيمان، كلما ذكر الإيمان في القرآن والسنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون، هكذا الحديث إلى غيره. ونفس الشيء الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هو قمة الحضارة، هو الحضارة التي غابت في مخيال المسلمين. وهنا أيها الإخوة الكرام أن الإسلام هو عبادة وعمارة وخلافة، هذا المستوى الأول للإصلاح. عندما نريد أن نقدم إصلاحا أنه عبادة، العبادة خطر المسلمين الآن في مخيالهم، عندما تقول لماذا خلقك الله راح يجيب لي الآية تاع سورة الذاريات، صح؟ حفظناها كامل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفس الإله قال هو الذي أنشأكم في الأرض ولا من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. ولهذا الذي يجيب
كنقول له واحد طالب يقول له لماذا خلقك الله؟ يقول لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعطيه 5 على 20. شكون اللي نعطيه 20 على 20 اللي يقول لي خلقني الله للعبادة والعمارة والخلافة؟ النقطة الثانية، طه جابر العلواني تكلم على أن الإسلام الذي نقدمه للناس إصلاحا ينقسم إلى التوحيد والتزكية والعمارة. توحيد المؤدي بالضرورة إلى التزكية، المؤدي بالضرورة إلى عمارة الأرض. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، أنا أقول لكم كما يحاسبنا الله عن الزنا والسرقة والفاحشة، يحاسبنا عن التخلف الذي نعيشه. خاطر كون نوزع ورقة للمسلمين كل اكتب لي الكبائر، واحد يكتب لي السحر، واحد يكتب لي الشرك، واحد يكتب لي عقوق الوالدين، ولا واحد يكتب التخلف الذي نعيشه، ولا يحد واحد يكتب الاستبدال الذي نعيشه، لأن الإسلام هو كل متكامل متكامل. ثم طه عبد الرحمن فيلسوف المغربي، وأختم بمقاربته في فهم الدين، قال بأن عملية إصلاحية التي تمارس الآن كاينة ثلاثة. كاينة المقاربة الأولى هي المقاربة العلمانية، وهي مقاربة فشلت في بلادها، وذكر الشيخ مراد في محاضرته، هم الآن يبحثون عن الدين. حتى هابرماس الفيلسوف الألماني لمدرسة فرانكفورت الجيل الثاني الآن هو مازال حي، هابرماس يدعو إلى ضرورة إدخال الدين في الفضاء العمومي لإنقاذ مجتمع ما بعد الحدث. ومع هذا الفكر العلماني الموجود عند بعض المسلمين أو المستسلمين هو فصل الدين وفصل القيم عن حياة. هذه المقاربة. المقاربة الثانية هي مقاربة اعتمارية التي تركز فقط على الحلال والحرام والأحكام. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الأحكام في القرآن الكريم كم نسبتها؟ كم النسبة؟ كون حطوا برنامج SBSS ولا البرامج هذيك تاع الكيفية الكمية، هي 6%، 200 آية هي الحلال والحرام. صوروا 200 آية من قداش؟ 4000 ولا 6000؟ 6000 آية. 200 آية هي الصلاة، هي الطهارة والصلاة والزكاة والحج والزواج والطلاق والمزارعة والبيع و و و 200 آية. الباقي وش هو؟ الباقي ما هو؟ ولهذا المسلمون علاش انقسموا إلى مذاهب؟ لأنهم جهدهم، علماؤهم، فقهاؤهم، جامعاتهم في هذه 6%، وخلوا الفرصة لغيرهم أن يؤسس للباقي فينا. ولهذا المقاربة الاعتمارية حتى أولادنا الآن لو تقول له حلال وحرام. الآن النظريات الحديثة في التربية هي نظرية التربية بالمشاعر، تكلم الأستاذة عتيقة قصار. الآن التربية بالمشاعر، مش التربية الاعتمارية بالحلال والحرام. حتى فكرة الأمر، الآن المقاربات كلها تاع الأمر وكذا الأب. ولهذا الأب مثلا نتكلموا عن إصلاح البيتي، ولهذا مصطفى أبو السعد أعتقد أنه رقم واحد في التربية في العالم الإسلامي. وقبل يومين حضرت له محاضرة يعني طريق الزوم، شفت بأن هذا الرجل يطور نفسه، وأنا نحب الأستاذ اللي يطور نفسه، يعني يقرأ في النظرية يتكلم آخر وكتب كتاب هل أنت مربي أم مروض. يقول لك كاين الأب عنده 4 وظائف، كاين شرطي، قاضي، إطفائي، ومروض. الشرطي واش هو؟ يعني تغلط تدير بروسي، وإن كنا نحترم هذه الوظيفة المهمة. الإطفائي واش معنى شرطي؟ يدخل غلط نضربك، غلط نحبسك، غلط نمنع لك. الوظيفة الثانية للأبناء هي وظيفة الإطفائي، أو قاعد في الخدمة تعيط له زوجة وضرب أو قتلوه أو كذا، يقول لي يجي مسكينة كيلي بوبي، مع احترامنا لوظيفة الإطفاء اللي هي الدفاع المدني. أو وظيفة مروض، وظيفة مروض يعني أنت تحب تروض، كيما تربيت أنت يتربى هو، لا ابنك مش مروض. أو أنك مربي، وش معنى مربي؟ هو نبتة تحطها تسقيها وتراعيها وتديرها ستبلغ. وهذه المقاربة مهمة جدا. المقاربة الأخيرة اللي تطرحها طه عبد الرحمن هي المقاربة الائتمانية، ويقول أننا يمكن أن نقوم بعملية الإصلاح الفردي والأسري والمجتمعي على 3: التزكية، لأن وظيفة الأنبياء رقم 1 التزكية، أخي تعرف يعلمهم الكتاب التزكية، والإسلام انفرد بالتزكية. صحيح أن التزكية والتصوف حتى عند البوذية، ولكن أعتقد بأن التزكية محور مهم جدا، لأن حتى العبادات التي لا أثر لها في التزكية ليست عبادة. الأمانة، أن يشعر كل إنسان بالأمانة،
إن عرضنا الأمانة على السماوات. ترى عبد الرحمن، أنا نقول لكم هذا الكلام مش معناه نتمنى حتى أنتم تسيروا تقرأوا القرآن. آخر نظرية طه عبد الرحمن يقول بأن القرآن يتكلم عن المقاربة الائتمانية، التزكية والأمانة والشهادة، وكلمة الشهادة من الكلمات المظلومة في القرآن الكريم. كلما أطلق القرآن أو الله كلمة الشهادة أو الشهيد يقصد الحياة ولا يقصد الموت، ولكن للأسف نحن في التداولية شهيد بمعنى مات. صحيح جاءت أحاديث بمعنى متداولي أن من مات دون مال، ولكن كلمة الشهيد، كلمة الشهيد معناه حي، يتخذ منكم شهداء معناه حي، كاتب وشهيد حي إلى غير بمعنى الحي. وهنا الشهادة أيها الإخوة الكرام الذي يتفق مع نظرية الأستاذ مالك بن نبيل الذي سماها بالشهود الحضاري. والسلام عليكم ورحمة الله.